تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، وتستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر ومن الوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر وفي العالم. للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة الزميل كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، الأجواء لديك مبشرة ومبهجة وتدعو للتفاؤل، ما هي الأجواء لديك يا كريم؟ نعم بالفعل، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل الأجواء هنا تدعو للتفاؤل والأمل. كنا من قبل نأتي لمدينة العالمين الجديدة، لم تكن جديدة في ذلك الوقت، كانت مدينة العالمين المليئة بالألغام، مدينة العالمين التي كان من الصعب أن تتحرك بها أو فيها في هذه الأماكن. الآن من يريد أن يرفه عن نفسه، من يريد أن يحضر بعض الحفلات للأغاني للمغنيين العالميين وأيضا بعض يعني الرياضات المختلفة لحضور هذه المسابقات، يأتي لمدينة العالمين. لذلك الاختلاف كبير جدا، 180 درجة اختلفت تماما هذه المدينة لتستقبل السياح والزوار المصريين وغير المصريين. نتحدث كما ذكرتم بالطبع احتفالات كبيرة لعدد كبير جدا من المغنيين مثل الكينج محمد منير الذي يعني أحيا هذا الاحتفال الكبير، والنجمة الكبيرة إليسا والتي طبعا كان لها حضور خاص وجماهير خاصة. ولكن هذا الأسبوع يشهد أيضا فعاليات مهمة جدا وخاصة جدا، من أهمها بعض الفعاليات في نهاية الأسبوع، بطولة كرة الطائرة الشاطئية، وهي عبارة عن فرق تجوب دول العالم لتقوم بهذه البطولة في عدد مختلف من مدن العالم، وستأتي هذه المرة في آخر الأسبوع إلى مدينة العالمين الجديدة. هذه من أهم البطولات الخاصة بالكرة الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية. أيضا بجانب ذلك في نهاية الأسبوع هناك حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وهو الذي يستهدف في حقيقة الأمر جميع الأجيال، كبار أم صغار يستمعون للموسيقى الخاصة والمميزة سواء مصريين أو غير مصريين. بالإضافة لذلك عدد كبير من الفرق التي ستشارك نهاية الأسبوع مثل فرقة مسار إجباري. على هامش أو داخل هذه الاحتفالات ردود أفعال الناس هي كنت أود أن أسألك يا كريم، كل من يستطيع أن يأتي إلى مدينة العالمين يستطيع أن يذهب إلى الاحتفالات أو حتى إلى المسابقات المختلفة. نعم. يستطيع أن يذهب إلى الكورنيش إذا أراد، ويشاهد هذه الاحتفالات إذا لم يستطع حجز أحد الأماكن أو التذاكر لهذه الاحتفالات، يستطيع أن يحضر هذه الاحتفالات عن طريق الشاشات الكبيرة المعروضة موجودة داخل كورنيش العالمين الجديد. لذلك هو مهرجان تحت شعار العالم عالمين، ولكنه يهتم يعني جذب أنظار المصريين وغير المصريين إلى المدينة الجديدة. كريم، الحضور، هناك حضور عربي لافت في المهرجان، وهناك أيضا حضور وحالة من البهجة، مع العلم أن هذا المهرجان يستمر حتى 26 من أغسطس الجاري، ما زال هناك وقت لكي يتمتع الجميع من يرغب بلحظات في هذا الشاطئ وفي هذا المكان الذي يعكس رؤية وروح الدولة المصرية. نعم هذا صحيح، يعني ما زال إقبال المواطنين المصريين لا يتوقف. بجانب ذلك الأخوة العرب متواجدين بالفعل منذ بداية المهرجان، منهم أن يأتي خصيصا لبعض الحفلات، ومنهم من يأتي للاستمتاع بأجواء العالمين، خصوصا بعد كما ذكرنا منذ قليل، خصوصا بعد تحولها لمدينة شاطئية عالمية لاستقبال السياح من جميع يعني دول العالم. نتحدث أيضا
بجانب ذلك الفنادق التي تم بناؤها في مدينة العلمين مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة جدا من الزوار. المهرجان يستهدف وصول أكثر ما يقرب من 1,000,000 زائر على مدار 45 يوما، ولكن المميز هو اختلاف وتنوع الاحتفالات والفعاليات والنشاطات الرياضية التي تجذب كل الأذواق وكل الأعمار، سواء كانوا شباب صغار أم محبين للرياضة أم محبين للاحتفالات أم محبين للرياضات الشاطئية أم حتى محبين لمجرد المشاهدة والاستمتاع والجلوس على الكورنيش، وكل الطبقات تستطيع أن تأتي لمدينة العلمين الجديدة. لا يوجد أبواب أو حواجز تمنع دخول المدينة، لا يوجد أبواب أو حواجز تمنع الوصول للشواطئ، كل من يحب أن يأتي ليخوض هذه التجربة يأتي في أي وقت ليحضر أي من الفعاليات المختلفة. شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مدينة العلمين الجديدة.